سرني كثير انني نترشح في المنطقه ديال مرسل طالفيدا اللي خلقيت فيها وترعرعت فيها ودرست فيها، وكان نعرف جيدا شنو هي المشاكل ديال الساكنه لانني من الساكنه ديالها، والاهل ديالي والاسره ديالي كلها مازالت ساكنه في درب كبير. الدار البيضاء ما يمكنش تذكر الدار البيضاء بدون ما تعرف بان الدار البيضاء في الحقيقه راه هي مرسل السلطان الفيده، هي درب السلطان، هي درب بوشنتوف، هي درب كبير، هي درب صبليون، هي الدريسيه، هي الان دخلت غمار هاد الانتخابات لسبب اساسي، هو انه ما يمكنش هاد التاريخ ديال درب السلطان الفيده يولي هذاك التاريخ يولي الحاضر والمستقبل. بعنا ما كيشرفش التاريخ ديال المنطقه. حنا كنعرفوا بان مرسل السلطان الفيده تخرجوا منها اطر فنانين مسرحيين، بل حتى لاعبي كره القدم المعروفين، حتىش نذكر بسمياتهم. كان المنطقه كانوا فيها دور سينما معروفه جدا وعديده، من سينما الامل، سينما شهرزاد، سينما الاطلس، موريتانيا، المامونيه. شكون اللي عوض هاد الدور هادي؟ عوضها طبعا الفكر الظلامي، الفكر الرجعي، في حين انه احنا والدينا في السبعينات وفي الثمانينات كانوا كيمشيو للسينما بدون ادنى مشكل. الان ما فهمتش فين هما دور الثقافه اللي خصها تاهيل. اكثر من ذلك العديد من الدور في المنطقه يعني ايلة للسقوط، ولا المسؤولين ما تفكروش في هذه المساله نهائيا. بل اكثر من ذلك راه الناس كتموت نتيجه ان الارواح ديالها مهدده، لان الشاب ماشي فقط يعني كل المواطنين مختلف الفئات ومختلف الاعمار. ثم خصنا هذه المنطقه ديال مرسل طالفيده لابد من النهوض بها، وتصبح فعلا الحاضر ديالها كيشرف التاريخ ديالها، وكذلك المستقبل ديالها لابد اننا نخوضوا المعارك، ويكون عندنا طبعا امل في التغيير. وحنا اكيد كساكنه ديال منطقه مرسل السلطان الفيده غادي نعملوا كل ما في جهدنا اننا نحرصوا على باش المال ديال الساكنه ديالها يتدبر بنزاهه وبشفافيه وفي صالح كل الفئات والاعمار ديالها في هذه المنطقه هذه، لانه للاسف عقود هذه وحنا كنشوفوا الناس اللي كيدبروا الشان العمومي ديال منطقه مرسل السلطان الفيده ما بان لنا حتى شي يعني نتائج واضحه اللي استفدوا منها المواطنين، خصوصا المرافق الاجتماعيه، المرافق الثقافيه، المرافق الفكريه، بل حتى الشباب ديالها ما لقاش يعني حتى ملاعب فين انه يطور الهوايات ديالو وفين يكتشف القدرات ديالو. دور الثقافه متهالكه لا بد من ترميمها ولا بد. اكثر من ذلك حنا كنعرفوا بانه يعني كيكرسوا كل هالبرامج اللي مرت هذه عقود ديال مختلف المدبرين ديال الشأن العام، هي كرست الهشاشة والفقر والتهميش، الشيء اللي دفع معظم أو مجموعة من الشباب أنهم يعني يغادروا أو كفروا بالوطن، يكفروا بالوطن. وحنا كلنا أمل أننا نرجعوا الأمل لهذا الشباب اللي كيكفر بالوطن وكيعرض راسه للموت، وهو كي يعني مثلا كيمشي يلوح راسه في الحوت يعني ياكلوا باش ما يعيش في بلاده ويحاول يغير فيها، لأن للأسف المسؤولين اللي دبروا الشأن العام ما عطاو حتى شي أمل للشباب ديال المنطقة. وكنتمنى ان برمز الرساله والانخراط في التغيير من اجل المستقبل ومن اجل بعث الامل في كل الفئات ديال العمريه في مرسل السلطان الفيده، تكون هذه هي الرساله اللي باغي نقدموها للمواطنين بانخراطنا في هذه الانتخابات ديال المقاطعات الفيده ومرسل السلطان. كما كتشوفوا هذه المنطقه منطقه هجينه كتشبه بحال واحد المغرب صغير، فيها بلايص اللي فيهم طبقه متوسطه، وكاين مناطق فيهم الفقر المدقع بحال درب الكبير، درب العفو. دوك الدروبه اللي
الدوله كترقمهم، كتعطيهم الزناقي، كتعطيهم ارقام، ما كتعطيهمش اسماء، لان كتحشم انها تسمي شي حاجه بهذوك الزناقي، لان عارفه الوضع المزري لهذيك الاماكن. ولكن في واقع الحال راه كلشي مقصح. الا شفتي هذوك المناطق الهشه راه عندهم الفقر المدقع، ما عندهم لا صحه لا تعليم لا هذا، وهادو اللي هنايا طبقه متوسطه مطحونين بالكليديات، الاغلبيه فيهم هز الكليدي، الا وقع ليه غير شي مشكل ديال الصحه كيضطر انه يهز الكليدي، وانه الوضع ديالو كيتفاقم وكيولي الوضع ديالو مزري حتى هو. يعني في واقع الحال كاين واحد الارتباط بين ما هو تشريعي، يعني بين ما يسن القوانين على المستوى الوطني وما هو محلي. في المحلي كنلاحظوا بانه ما كاينش دور ديال الحضانه للنساء اللي كيبغيو يشتغلوا، ما كاينش واحد الرعايه للناس اللي كيطيحوا لهم الديور. حنا كنعرفوا بلي هاد المنطقه فيها بزاف ديال الديور الايله للسقوط، ما كاينش بزاف ديال، ما كاينش شويه ديال الملاعب او قليل من الملاعب باش الناس يمارسوا فيها الرياضه. يعني كنلاحظوا غياب العديد من المرافق العموميه، لا مراحل، لا هادشي خصو يتبدل، وخصو يتبدل في اقرب وقت. ولهذا فيدراليه اليسار واللي رمز ديالها رساله اليوم نازله بالثقل ديالها باش طلب من المواطنين انهم يصوتوا عليها، لانها هي الحل الوحيد، مرشحه شباب ونساء باش يعطيو واحد البعد ويعطيو واحد النفس جديد.